ترقيعية مرفوضة مرفوضة مرفوضة. إنها بابل، وهي تشهد على رفض أهلها للحكومة قبل تشكيلها بعد تكليف السوداني. احنا حقيقة من طلعنا بتشرين رفضنا هذا النظام، هو نظام المحاصصة، رفضنا نظام الفساد. اليوم تجينا حكومة محمد الشياع السوداني هي امتداد لنظام المحاصصة ونظام الفساد، فاحنا رافضين هذا النظام جملة وتفصيلة. المتظاهرون جددوا رفضهم للمحاصصة والحكومات التي تعاقبت على العراق منذ 2003، مشيرين إلى ما آلت إليه الأحوال في البلاد، مؤكدين أنهم سيبقون في الشارع إلى حين إسقاط النظام. وين الزراعة؟ نسبة الزراعة انخفضت بنسبة 85%. وين السياحة؟ السيارة راحت، المدارس، التعليم، رحلات ما عندنا، كتب ما عندنا. أرجع مرة ثانية فرصة لهذه الأحزاب، هذا الشيء ما يصير ولا يصير، ويحلمون به. نبقى بالشارع لحين إسقاط هذه الحكومة الفاسدة والمنظومة التحزبية الفاسدة جملة وتفصيلا. تعددت الأمثال مؤكدة أن المجرب لا يجرب، وهذا ما يؤكد عليه متظاهرو بابل، مستذكرين الويلات التي جرتها الأحزاب والحكومات المتعاقبة. نجدد رفضنا لهذه الحكومة الميليشياوية، حكومة القتل، حكومة النهب. هذه الحكومة احنا ما مستعدين للتجربة ونخوض تجربة جديدة وياها، لان هذه الحكومة اذتنا بكل شيء، من بوق، من نهب، من سرقة. وهي جاي نلاحظ حتى للتعليم اذته، جاي نلاحظ العالم قاعدة، العالم متأذى، يعني طلاب وطالبات قاعدين بالجيعان، لا كتب اكو، يعني صحيات في المدارس ماكو. يصر المتظاهرون على مطالبهم ويؤكدون أنهم مستمرون، ويذكرون بموعد تظاهرات تشرين في 25 من الشهر الجاري. وإن شاء الله سنلتقي في ساحات التظاهر يوم 25/10 من هذا الشهر للتعبير عن رفضنا لهذه الحكومات جملة وتفصيلا. خرجنا لأجل تغيير النظام بالكامل، تغيير جذري، ولن نقبل بالأمور الترقيعية، وهذه الحكومة حكومة عميلة لا تلبي طموحات الشعب العراقي، وهي نسخة تنطبق الأصل للحكومات السابقة. مهما على صوت الأحزاب الولائية وأطراف العملية السياسية في العراق وهي تتقاسم المناصب، يبدو أن صوت العراقيين الأحرار الرافضين للفساد والانصياع للخارج هو الأعلى، على أمل أن يأتي يوم يكون فيه العراق للعراقيين دون غيرهم.